السلام عليكم. طبعا لما نيجي نتكلم عن احسن ناس بيعملوا بيتزا في مصر هنتكلم عن مين؟ بابا جونز، بريموس، دومينوز، الناس دي. بريموس مثلا بيتزا امريكي، بابا جونز ايطالي، بس النهارده بقى احنا هنجرب بيتزا ايطالي على ابوه، حاجه كده معموله على الحطب مش في فرن والكلام ده. في مطعم عامل قلبان بقاله فتره اسمه كدوش. المطعم ده لما في ناس تيجي تتكلم عنه يقول لك المطعم برغم ان هو صغير بس انت هتاكل عنده بيتزا عالميه. فالمنيو بتاعتهم فيها بيتزا وفيها كدوش. الكدوش ده تقريبا بتبقى حاجه لبناني او يعني مش عارف ايه نظامها بالظبط، بس هندوق يعني هندوق ونعرف ايه الفرق بينه وبين البيتزا. والجدير بالذكر ان انا عمري في حياتي ما جربت بيتزا على الحطب، فالنهارده فعلا هجرب حاجه بقالي كتير قوي عايز اجربها. قبل ما نبدا ندوس لايك، نعمل سبسكرايب ونخش البيرول. نجرب بقى اول بيتزا معانا، وهي دي هنا اسمها ترافل مشروم. دي مكوناتها عباره عن ايه؟ هنا دي بقى بيتزا ايطالي على الحطب، فانا يعني مش عارف المكونات تبقى عامله ازاي بالظبط. اروماتيك كريم تشيز صوص، انا ما اعرفش ايه ده، وفريش موتزاريلا، جبنه موتزاريلا، وترافل اويل. هو ترافل ده يعني ايه؟ اروماتيك، نشوف جوجل ترانزليت. عطري، اروماتيك يعني عطري. طب ترافل، الكماءه دي ايه ده؟ المهم، وفريش مشروم وبارميجيانو ريجيانو، انا مش عارف دي جبنه بارميزان ولا ايه بالظبط، بس يعني وفريش ايطاليان بازل. هي بازل ده اللي هو ايه؟ بازل، ريحان، هو ده الريحان. طيب مكونات لطيفه يعني. مبدئيا الشكل يعني مختلف تماما عن البيتزا اللي احنا عارفينها، يعني البيتزا رقيقه قوي، ده غير كده الريحه بتاعتها مختلفه عن البيتزا اللي احنا متعودين عليها. فخلينا كده ايه ناخد حته ونشوف. ده البيتزا مش رقيقه، البيتزا ضايعه يعني، في حته وقعت منها كده. بصوا شايفين المنظر عامل ازاي؟ مفيش يعني مفيش عجينه خالص، دي بقى ارق حاجه. شفت فيديو قبل كده مش فاكر لمين، كان حجاجوفيتش باين صح؟ كان بيقول لك ان انت البيتزا الايطالي ما تاكلهاش زي البيتزا العاديه، لا تقوم تاني السلايس كده، والسلايس بتتني بكل سهوله كانك هتنزل بيها وتغمس في اي حاجه وتاكل بقى. بسم الله. ده كلام خطير يا استاذ ممتاز. جامده قوي. طيب انا عايز الناس بقى تنسى بريموز وبابا جونز والناس دي، وهنا بقى حاجه مختلفه تماما. يعني انا فعلا وانا باكل حاسس بالمكونات، بس العجينه يعني رفيعه قوي. يعني بابا جونز اللي هي تعتبر العجينه بتاعتها رفيعه جدا، لا انا وانا باكل حاسس بالعجينه، هنا انا مش حاسس بالعجينه قوي. المكونات طعمها تحفه، فريش نظيفه، البيتزا مخدومه، الجبنه هنا عامله شغل جامد جدا، المشروم الفريش طعمه حلو قوي، طعم اوفر اول مختلف، يعني حاجه فعلا جديده. انا حاسس انا هدمن البيتزا على الحطب دي بعد كده، بس هو سعرها مش عاطفي بصراحه بالنسبه للحجم بتاعها. يعني هو حجمها تقريبا يعتبر ميديم، فسعرها غالي على الميديم. بس خلينا نجرب الباقي ونقول راينا في الاسعار في الاخر. خلينا نخش على اللي بعده. نخش بقى التاني بيتزا معانا، وهي بيتزا السلامي والبيبروني. مكونات بتاعتها سان مارزانو توميتو صوص، صوص طماطم يعني، وفريش موتزاريلا، وفريش ايطاليان بازل، ريحان، وسبايسد سلامي، يعني المفروض السلامي فيه سنه سبايسي كده، وبريميوم بيبروني، وكريم تشيز دريزل. هو كريم تشيز ده كان تقريبا برضه هو نفس اللي موجود في اللي فاتت. خلينا كده ايه نجرب ونشوف. دي هنا تحس شكلها مبهج اكتر، والصوص بتاع الطماطم ده فعلا باين تحت المكونات. برضه نفس النظام، يعني العجينه ما فيش، العجينه رقيقه على الاخر، وهنا بيحط ورقه برضه كده تحت البيتزا. فخليها بقى ندوق دي كده ونشوف. انا قلت شكلي هدمنها، يعني البيتزا فعلا حلوه قوي ورايقه قوي. يعني هنا السبايس سلامي ده انا ما حسيتش بطعم السبايسي، بس السلامي والبيبروني الاثنين فريش وطعمهم ممتاز. صوص الطماطم برده هنا حلو، العجينه زي ما قلت لكم فوق الممتازه، والكريم تشيز هنا مع المكونات دي عامله شغل جامد قوي. تحس الموضوع يعني سيمبل ومركز في المكونات والاضافات، ما تحسش ان هو زي بقيه المطاعم بيلهيك في العجينه او يخليك تشبع وخلاص، لا هنا بيخليك تتمزج تاكل كده وتستقنيص. الميكس كله مظبوط، تحس ان مفيش غلطه. هنا طعم الريحان برده باين اكتر شويه عن البيتزا اللي فاتت، فبيتزايه جامده قوي. خلينا بقى نخش على الكدوش ونعرف ايه هو الكدوش ده ونشوف بقى الكدوش ايش هذا. والله نفس المعنى، يعني هي تقريبا نفس البيتزا، بس البيتزا بتبقى على شكل دايره، هنا دي على شكل بيضاوي شويه. طيب هي دي كدوش بالسجق والبسطرمه. فخلينا كده نشوف المكونات. سان مارزانو توميتو صوص اللي هو صوص الطماطم، وفريش موتزاريلا، والسجق اللبناني بريميوم اورينتال بسطرمه، يعني عايز اقول لك ان هي بسطرمه نظيفه يعني، وفريش ايطاليان بازل، ريحان، وكريم تشيز دريزل. كريم تشيز دي فعلا تحسها كلمه السر اللي في كل بيتزا عندهم، هي اللي بتعمل الشغل الجامد ده. السجق هنا هو قطعه كده. خلينا ندوق ونشوف.
كده بقى دخلنا في الجو الشرقي. طالما دخلنا في السوق احنا كده دخلنا شرقي جامدة. شوف سبحان الله، انا واحد بحب السجق وكل حاجة، بس حاسس ان السجق مكانه مش هنا. يعني الميكس هنا تحس اللي هو ايه، احنا كان ايطالي بعد كده دخلنا على لبناني، او ممكن ميكس ما بين ايطالي ولبناني، بس السجق مش عارف، حاسس ان هو محتاج فطيرة مثلا. يعني تحس اللي هو لا مكانه مش هنا، بس طعمه حلو قوي. هو مع الكريم تشيز مع البسطرمة، البسطرمة نظيفة قوي. هنا بقى العجينة بتاعت الكدوش تحس ان هي اتخن حاجة بسيطة من البيتزا، بس برضو ستيل رفيع جدا. بالمناسبة هنا العجينة مزيتة شوية حلوين، يعني ترى السجق طلع الزيت اللي جواه. يعني بصوا شكلها بيلمع ازاي اصلا، يمكن عشان كدوش ولبناني وكده فمعاها السجق، حتى بيقول لبني السجق يعني سجق لبناني، فيمكن عشان كده هو ما حطش السجق في البيتزا، حطها في الكدوش، مش عارف. بس حاسس ان لا السجق مكانه في الفطاير اكتر من البيتزا. فخلينا نخش على الكدوش اللي بعده، او الكدوشه اللي بعدها، مش عارف بتطلع عليها ايه. اكتبوا لنا في الكومنتات هي بتطلع عليها كدوش ولا كدوشه. يعني حتى بصوا دي العلبه بتاعت الكدوش اللي فيها السجق، بص كلها مزيته. نشوف بقى اللي بعده. هنا بقى اسمها بالمقانق ودبس رمان، برضو فريش موتزاريلا وسجق لبناني وبوميجرانات مولاسس. ايه ده؟ مش يعني وانا بمنتش هبقى اشوفها لكم على جوجل ترانزليت. وفريش طريان بازل ريحان برضو، وريد اونيونز، يعني في بصل. وانا هنا ترى مش شايف بصل، وشايف حتت كده من ايه دبس الرمان. فخلينا ندوق ونشوف. بصوا شكلها من تحت. انا دبس الرمان هنا لو محطوط بكميه كويسه وعامل شغل دي هتبقى جامده قوي. انا لما قريت مقانق دبس رمان دي جبتها، ما بصيتش على المكونات. يعني كنت شفت في المكونات ان هي سجق، اكيد ما كنتش هجيب الاثنين سجق، بس لا ما اتبسطتش قوي منها. يعني الكريم تشيز حلوه، السجق طعمه حلو وباين وكل حاجه، العجينه برده ممتازه، لكن دبس رمان هنا تحسه قليل قوي. يعني انت تقريبا بتاكل العجينه بالكريم تشيز بالسجق بس، لكن الدبس رمان هنا لو كان مظبوط كان فعلا هيودي التيست هنا في حته ثانيه خالص. فخليها بقى كده نشيل العلبه دي من قدامنا واقول لكم التجربه كلها على بعضها عامله ازاي. طيب تجربه النهارده كانت مختلفه جدا. يعني انا كنت متوقع ان البيتزا تبقى قريبه شويه من بابا جونز، بس لا دي في حته تانية خالص، تيست مختلف وطريقه مختلفه تماما. لو هنتكلم بالنسبه للاسعار، الاسعار فعلا اغلى من الطبيعي بشويه. يعني انت هنا مثلا البيتزا دي الحجم الميديم بتبقى مثلا في المطاعم بايه عامله 80 85 90، هنا احنا بنتكلم تقريبا في رينج 115 120. فانا ما اعرفش هل البيتزا اللي على الحطب دايما بتبقى غاليه كده، ولا الكدوش ده هو اللي غالي. هل التجربه تستاهل فرق السعر ده؟ بالنسبه للبيتزا تستاهل. يعني فعلا هتدوق بيتزا حكايه، حاجه كده انت بتتكيف قوي من المكونات والاضافات مش من العجينه. بالنسبه للكدوش حلو كل حاجه، بس يعني لا ما اروحلوش قوي، اروح للبيتزا اكتر وبس كده. دي كانت تجربه النهارده. ما تنسوش بقى تعمل لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.